بشوي. لا احنا مش الانبا بشوي، احنا دي الانبا مقر. الابواب القصيره عشان بيعتبر المكان ده مكان مقدس وواحد ينحني، وهو احنا مش بنستخدم الاليات دلوقتي في حاجات اثريه، عندنا دلوقتي اليات جديده بنفس فكره الغرفتين بس اوسع شويه، واضفنا حمام صغير ومطبخ صغير لكل واحده. مش اير كونديشن، لا مش شرط يعني، مروه معظم المروه 95% مروه، يبقى 5% مركبين تكييف. ده الحصن الاخر اللي كانوا بيستخبوا فيه زمان وقت غزوات البربر، انا هقف قدامكم كده عشان شويه انا بشارك. الباب ده والشبابيك دي جديده، المدخل الوحيد كان في الدور الثاني، اللي كان بيعوز يخش كان يطلع سلالم من المبنى ده ويمشي على الكوبري الخشب، بلاش كلام سوري، ويمشي على الكوبري الخشب، وكان يرفع الكوبري بعضهم فمحدش يقدر يدخل بعضهم. الكوبري ده كان من غير الدرابزين، فلما كان يترفع كان يبيت في التفريغه اللي في الحيطه شايفينها، وفوق التفريغه اللي في الحيطه في فتحه صغيره اللي فيها بكره اللي كان بيبقى معدي عليها الحبل او السلسله اللي بتشد الكوبري ده. سمك الجدار بتاع الحصن كبير قوي، حوالي متر ونص، حافرين بير ميه جوه، مخزين الغلال قمح وذره وترمس وغيره، عندهم مطحنه يدوي وفرن وكنيسه في ثالث دور، كل احتياجاتهم بيخلوها في داخل الحصن. الحصن ده من القرن ال 12 الميلادي تقريبا، بس كان في واحد قبل منه من القرن الخامس الميلادي. دلوقتي مش بيستخدم. الدور الاولاني ممكن في المستقبل ان شاء الله نبقى نعمله حاجه زي متحف كده. الدور الثاني كنيسه على المساحه كلها، والدور الثالث ثلاث كنايس. اي سؤال؟ واضح حاجه. برضه البربر بيبقى جاي كسنو سبلايز، فبيقعد فترة معينة وبيمشي عشان ما عندوش أكل. بالظبط، ما عرفش يخش ويمشي، فبالتالي هو دي كانت ليميتد سبلايز انسايد، ما عندوش حاجات كتير. معاه السبلايز اللي تمشيه 3 أسابيع مثلا.